الطلاب الأعزاء، الطلبة الأعزاء جميعا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في المحاضرة السابقة والتي كان رقمها 8، كنت بتكلم عن كلمات تخص المحاكم، وسنكمل في هذه المحاضرة إن شاء الله تلك الكلمات التي لم نستكملها على الوجه الكامل في المحاضرة اللي كان رقمها 8 بالتحديد. في المحاضرة اللي كان رقمها 8 وصلنا عند كلمة نوتري، وقلت لكم أن كلمة نوتري تعني كاتب العدل، وهو الشخص الذي يكون في المحكمة ومسؤول عن توثيق الوكالات وغيرها من المعاملات الرسمية التي لابد وأن يؤشر عليها وأن يتم تنظيمها بمعرفته. إذن هذا هو الشخص اللي اسمه كاتب العدل، اسمه باللغة الإنجليزية نوتري، ومهم جدا تكون عارف مسمى هذا الشخص. الآن الكلمة التي تليها كلمة Assembly of Judges، Assembly of Judges، وتعني جمعية القضاة. شوف، جمعية القضاة كاصطلاح موجود في المحاكم الدولية غالبا، يعني لو أنت رحت على محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ستجد أن هناك تجمع للقضاة مع بعض، اجتمعوا اسمهم جمعية القضاة، بياخذوا القرارات فيما بينهم، بينتخبوا الرئيس من بينهم إلى آخره. هذا التجمع يطلق عليه اسم Assembly of Judges. على الصعيد الداخلي يوجد ما يضم القضاة في تجمع واحد، لكن ما اسمه جمعية القضاة. بعض الدول بتسميه مجلس القضاء، اللي بيشمل على رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة العاملين في المحاكم الداخلية. إذن في كل الأحوال Assembly of Judges تعني جمعية القضاة. لما بنحكي كلمة composition of court، composition of court يعني تشكيل المحكمة، composition of court معناتها تشكيل المحكمة، يعني من ضمن الأمور هذه عدد القضاة اللي بيكونوا داخل المحكمة، مين الرئيس، مين نائب الرئيس، إلى كل الأمور المتعلقة بتشكيل المحكمة من ناحية داخلية فنية إجرائية نطلق عليه اسم composition of court. يعني لو أنت رحت على محكمة الكونسيليشن كورت، هذا إذا متذكرين كلمة كونسيليشن اللي هي كلمة محكمة الصلح. في الكونسيليشن كورت أو محكمة الصلح بيكون في عندي تتكون من قاض فرد بينظر النزاع، يعني بتلاقي الأطراف المتخاصمة والمحامين إلى آخره بيقفوا أمام قاض فرد واحد، في حين إنه في محكمة الاستئناف أو محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ستجد بأنه يعني المحكمة تتشكل بتشكيل ثلاثي، ستجد أن هناك قاض رئيس وقاضي يسار وقاضي يمين ينظرون الواقعة أمامهم. إذن هذا بالنسبة لكلمة composition of court. composition of court تعني تشكيل المحكمة. كلمة presiding judge، presiding judge، presiding judge يعني هو القاضي الرئيس، وهذه بنطلقها على التشكيل الثلاثي لما بكون المحكمة فيها 3 أشخاص قاعدين على البنش وبنظروا دعوة معينة. نفترض إنه في عندي جريمة قتل، جريمة القتل أول ما بتروح دروع محكمة البداية، محكمة البداية حيكون بينظرها 3 قضاة. القاضي اللي بيكون قاعد بالنص هو بنسميه presiding judge، presiding judge، وهو القاضي الرئيس. كلمة arrest warrant، كلمة arrest warrant، كلمة arrest warrant يا جماعة معناتها مذكرة الاعتقال، زي المذكرة اللي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية من أجل القبض على الرئيس السوداني عمر البشير. هذه بنعتبرها إيه؟ بنعتبرها كلمة مهمة، وأشهر أمثلتها قلنا مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس عمر البشير. إذا مذكرة اعتقال هي كلمة إيه؟ arrest warrant. وممكن جدا إني أستخدم بدل كلمة arrest warrant أستخدم كلمة
warrant of arrest. أنا بعرف قبل شوي ما كانتش الصورة ظاهرة، لكن ذلك لأغراض أني أفرجيكم شغلة. خليني أطلعكم عليها. كنت بقولكم قبل شوي أنه في شخص نطلق عليه اسم presiding judge. شايفين الشخص هنا اللي واقف بين الخمس قضاة هدول؟ هذا بنسميه presiding judge. إذن presiding judge هو الرئيس اللي بيكون في كل جلسة، وعلى جنبه بيكون في قضاة يمين وشمال. طبعا هذه صورة من وين؟ من المحكمة الدولية الجنائية، وأعتقد أنه هذه شعبة الاستئناف، لأنه شعبة الاستئناف تنعقد بحضور خمسة قضاة من قضاة المحكمة. أوكي، نرجع الآن نستأنف كلماتنا. إذا وصلنا عند كلمة arrest warrant، وهي تعني مذكرة الاعتقال، أو ممكن نسميها warrant of arrest، يعني إما أن تكون arrest warrant. يوم أجيب لك سؤال في الامتحان بدون يعني الذكاء الزايد، أنا قلت لك أعطيني معنى واحد تكتب لي معنى واحد، يعني قلت لك اكتب لي مذكرة اعتقال تكتب لي arrest warrant، مش ضروري تكتب لي كلمتين مساوية إلها. يعني أنا قلت لك إنه في كلمة تانية اللي هي warrant of arrest، مش تروح تكتب لي التنتين، خلاص أعطيني واحدة، ما تعطيني التنتين، تعطيني التنتين الموديل ببطل يستوعب الموضوع. أنا بكون مبرمج إنه يعطيني واحدة، أنا بكون معطي الخيار الأول هذا عليه 100% لو أنت حطته صح، والخيار الثاني هذا معطيه 100% عشان يعتبره صح. فأعطي له خيار واحد فقط، ما تعطيهوش أكثر من خيار واحد. طيب الكلمة التي تليها كلمة warrant of surrender. warrant of surrender، ال warrant of surrender معناتها مذكرة تسليم. يعني الآن إحنا أصدرنا بالأول arrest warrant، مذكرة اعتقال، فتم اعتقال الشخص. الآن بدنا نطلب من الدولة تسلمنا إياه، فبنصدر لها حاجة اسمها warrant of surrender، يعني مذكرة تسليم. surrender معناته تسليم. أوكي، كلمة summons to appear. كلمة summons to appear، summons to appear معناتها مذكرة حضور. أحياناً بكون ذوق أكثر مع الشخص اللي بدي يحضر أمام المحكمة، فبروحش بعمل له warrant of arrest، لأنه warrant of arrest مذكرة اعتقال، يعني مذكرة إحضار غصبا عنه. لكن مذكرة الحضور إنه أنا ببعت له زي المحترمين هيك مذكرة عبيته إنه يوم كذا عليكم الحضور إلى محكمة كذا. فإما أن تأتي من تلقاء نفسك، أو إذا لم تأتي نضطر نعمل لك مذكرة إحضار. إذن الفرق بين summons to appear والarrest warrant إنه هذه مذكرة إحضار غصبا عنك، مذكرة اعتقال إحضار. لاحظ حتى اسمها إحضار مش حضور. أما مذكرة هاي اسمها مذكرة حضور، summons to appear، إنه تعال أنت بكيفك على المحكمة بدون جبر. يعني هاي اللي نقصده من كلمة summons to appear. حتى كلمة appear معناتها حضور، فهي مذكرة للحضور أمام المحكمة، مذكرة مثول أمام المحكمة. كلمة immunity، كلمة immunity. immunity يا جماعة معناتها حصانة، وفي الوقت اللي احنا بنعيش فيه اللي هي الـ pandemic of coronavirus and the spreading of coronavirus، مناعة الجسم برضو بنسميها، أو حصانة الجسم ومناعته بنسميها برضو immunity. إذن immunity معناتها مناعة، وفي القانون immunity معناتها حصانة. حصانة إيش يعني؟ يعني الشخص أن يكون محصن من العقوبة، شخص محصن من محاكمته. لحظة شوي بس أشوف الشغلة. أوكي، إذن immunity معناتها حصانة، ويتعني أنه الشخص لا يمكن أن يكون عرضة للإجراءات القضائية، زي الحصانة اللي بتمتع بها رئيس الدولة. يعني رئيس الدولة لما يكون موجود في بلد أجنبي يمنع القبض عليه وتسليمه للقضاء الأجنبي، مفترض أنه هذا الرئيس محصن. الحصانة زي مثلا ممكن تكون الحصانة أحيانا مانعة من تفتيش الشخص أو سيارته، زي ما بيصير مع
الدبلوماسي لما يسافر حقيبة السفر تبعته المفترض أن لا تفتش الحقيبة الدبلوماسية تبعته. فعشان هيك نقول الحصانة هي إشي يمنع اتخاذ إجراء ضد الشخص المتمتع بالحصانة. إذا immunity معناتها إيه؟ حصانة. غير حرف واحد فيها اللي هو حرف الأم هذا، حط بداله حرف P، بتصير الكلمة مختلفة كليا عنا، اللي هي كلمة impunity. يعني بدل كلمة immunity بتصير impunity، وكلمة impunity معناتها الإفلات من دائرة العقاب. الإفلات من دائرة العقاب زي مجرمين الحرب اللي بيرتكبوا الجرائم عندنا في فلسطين الآن، أغلبهم يعني مفلتين من دائرة العقاب. عشان هيك بنقول هذول الناس بيكون منطبق عليهم وصف الإمبيونيتي، لأنه ما زالوا مفلتين من دائرة العقاب. أي مجرم بيفلت من دائرة العقاب بنسميه الإمبيونيتي. إمبيونيتي معناته أنه هذا الشخص لم ينل عقوبة على الجريمة التي ارتكبها. إذا إميونيتي وإمبيونيتي كلمات قراب من بعض باللفظ. إميونيتي دبل إم حصانة، إمبيونيتي إفلات من العقوبة. كلمة judgment، كلمة judgment حكم، الحكم اللي بيصدره القاضي اسمه judgment. قضاءه، القضاء اللي بيصدر عنه يعني بنسميه judgment حكم. وأحيانا يطلق عليه بعض اسم ruling، ruling برضو معناته حكم. decision يعني ممكن تلاقيها بكلمة decision. decision اللي هي هيك يعني عندك عدة خيارات كلها تعني الحكم اللي بيصدر عن القاضي. decision قرار أو حكم بيصدر عن القاضي. هتلاقوا فرق على الصعيد الداخلي بينهم، الصعيد الدولي يمكن ما تلاقوش فرق كبير. decision معناتها حكم، كلمة ruling حكم، judgment حكم، إذا كل معناتهم حكم. حتى كلمة sentence اللي احنا بنستخدمها بمعنى جملة، مش احنا بنستخدمها بمعنى جملة باللغة العربية sentence، باللغة الإنجليزية sentence إلى معنى تاني، الحكم اللي بيصدر القاضي. لما نيجي نقول القاضي أصدر حكم 12 سنة سجن، بنقول the sentence الحكم was 12 years of imprisonment. لاحظ ايش قلت الحكم؟ the sentence الحكم بالعقوبة، غالبا الحكم بعقوبة تحديدا من بين الأحكام كلها، الحكم لما بيكون بعقوبات بنسميه sentence. عشان كده نقول فلان حكم ب 12 سنة، بنقول he was sentenced حكم، تحط لها دي sentence for، حكم لمدة قديش؟ 12 years مثلا. إذا كلمة sentence حكم، sentenced محكوم عليه بكذا. أوكي يا جماعة، إذا هذا بالنسبة لكلمة حكم. كلمة jail، كلمة jail، jail معناتها السجن. السجن كمكان يا جماعة، لاحظ أنا تعمدت أحط كسرة هنا زي اللي بتكسرون إياها بالغش عبر الجروبات، وإن كان الأمر لا يستدعي ذلك. المادة أنا بعتبر نفسي أول مرة بشرحها بالشكل المبسط والتساهل هذا، فلا يستدعي الأمر أن نقوم بتداول أسئلة لكوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هذا أكبر خطأ. الآن أنا كيف بفوت، كيف شفت هذا الموضوع ما بيرجع لحدا، شفت احتديت أني أنا أفوت على الجروب وأشوف الغش بأم عيني، ومع ذلك لم أتخذ أي إجراء عقابي ضد أحد. الآن مين اللي قال لي فوت؟ ما بيعني حدا كيف أنا فوتت، اللي بيعني أنه أنت تحسن من مسلكك، اللي اعتبر يعني بالنسبة لي مسلك صادم أني أشوف كمية طلاب أكثر من 100 طالب يشتركوا في ويتعاونوا في حل الاختبارات. هذا أسلوب لا يليق بطالب جامعي، ولا أعتقد أن المادة أنا قصرت فيها أو صعبتها إلى الحد الذي يستدعي أنه نتشارك الأسئلة ونوزعها عبر
المواقع التواصل الاجتماعي. وثم ماذا يفيد ذلك؟ إذا كانت الأسئلة من بنك في أكثر من 100 سؤال، يعني كل طالب بيطلع له 5 أسئلة، من وين لوين بدك تحله لبعض صح؟ كل واحد أسئلته مختلفة عن الثاني. أوكي، إذا كلمة سجن، سجن معناتها المكان اللي بيتم وضع الشخص فيه اللي هي جيل. الكلمة التي تليها يا إخوان هي كلمة imprisonment. imprisonment سجن بفتح السين، وهي تعني العقوبة نفسها. إذن الفرق إنه هنا السجن يعني المكان اللي بنحط فيه المسجون، أما كلمة imprisonment سجن يعني الحبس، العقوبة نفسها، عقوبة السجن، عقوبة إني أنا أحطك في السجن. إذن هذه هي اسم العقوبة، هذه اسم المكان الذي تقضى فيه العقوبة. كلمة custody معناتها الاحتجاز أو مكان الاحتجاز عفوا. لما نقول والله President فلان was put in the ICC custody، نحط في حجز المحكمة الدولية الجنائية. الحجز يعني المكان اللي بنحط فيه مؤقتا تمهيدا لمحاكمته. الكاستودي بنسميه مكان احتجاز الأشخاص، زي المكان اللي بحطوا فيه الأشخاص قبل ما حولهم عن نيابة، هذا بسموه كاستودي. اللي بسموه المصريين هيك التخشيبة يعني، أوكي، اللي قبل ما ينعرض على وكيل النيابة. كلمة ورنتي، شفت كلمة ورنت أو في أرست أو أرست ورنت مذكرة اعتقال، اضيف عليها بس ورنت ورنتي حرف الواي. ورنتي معناتها ضمانة، ضمانات المحاكمة اسمها ورنتيز جمع، بتصير يعني ورنتيز الجمع معناتها ضمانات المحاكمة العادلة، مثلا نقول عنها ورنتيز، انه ايش بيطلع للشخص اثناء محاكمته، حقه في توكيل محامي، حقه في التزام الصمت وعدم الإجابة، كثير أمور. إذا هذه بنسميها إيه؟ ورنتي. ورنتي ضمانة. في كلمة تانية لكلمة ضمانة بالإنجليزي وهي كلمة جارانتي. كلمة إيه؟ جارانتي. جارانتي معناتها يضمن وضمانة، فعل واسم بنفس الوقت. يعني جارانتي ضمانة، ورنتي ضمانة. إذا الكلمتين هذول بمعنى ضمانة. كلمة ورنتي وكلمة جارانتي. كلمة guarantee معناتها إيه؟ الضمانة. هذا بالنسبة لكلمات مطلوب منكم حفظها بالنسبة للأسبوع هذا. هذه المحاضرة حتكون محاضرة رقم 10، فيها كلمات فقط، بتحضروها مع نفس المحاضرة رقم اللي هي رقم 9 كانت، وغالباً راح يكون عندنا الأسبوع القادم أو خلال الأسبوع هذا حسب، راح أحدد لكم قبل بيوم أنه حيكون في كويز برضو عليه 10 درجات. فأتمنى من الجميع أنه يقرأ مش بس المحاضرة 9 و10، حتقرأوا من محاضرة 1 لمحاضرة 10 كل شيء بدكم تقرأوه، وراح يكون ضمن هذا الكويز، وهي فرصة للمراجعة لأنه الاختبار النهائي يعني بات قريبا، يعني متوقع في نهاية 12، هذا الوضع الطبيعي. أشكركم أعزائي على حسن استماعكم، أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.